كوكو الأحباب، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا قاعدك بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفتين يعنتهم خفاف طراف وراح تحبوهم بزاف، ودرتهم يعنتها بمناسبة اقتراب عيد الأضحى. الوصفات تاعنا تاع اليوم هما مخ، يعنتها المخ تقدروا تقولوا مشرمل، كيما الكبدة مشرملة نقولوا المخ المشرمل. فوالا، الوغ اذا حبيتوا الطريقه اللي ندير بها هاد الوصفتين اروحوا معايا نوري لكم كل شيء. المكونات اللي نحتاجوهم للمخ تاعنا المشرمل هي: اول شيء عندي قطع نتاع المخ الغنمي بيان سور، عندي حبه طوماطيش مربيه بهالطريقه، عندي مغرف تاع الاكل تاع طوماط بوري تاع لي بواط، فوالا عندي ربع فصيصه ثوم مرحيين بهالطريقه مسكرفتين، عندي المعدنوس مقطع بيان سور، بور لي زيبيس نسحقهم ملح فلفل اسود كمون فلفل دريس وفلفل حلو البابريكا، فوالا واستعملت شويه تاع الكركم، وهذه تقولوا نص حبه تاع السكر، انا برك استعملت سكر بني، وزيت الزيتون كما قلت لكم، ونورمالمون واحد ربع حبات بيض على حساب السنيوات تاع على حساب بون المقله تاعكم ولا الطنجره اللي طيبوا فيها. هادو هما كاع المكونات، اروحوا معايا نوريكم الطريقه. فوالا البنات، اول شيء ناخذ مقله نحطوا فيها الزيت، نحطوا فيها الثوم تاعنا مع طوماط تاع لي بواط، فوالا نفتحوهم هكذا مليح، نخلوهم دقيقتين هكذا يتقلاو، فوالا البنات هكذا كي تقلاو مليح نزيدو نحطو الحبة تاع الطوماطيش اللي كنا رافينها بهالطريقة، هاكا فوالا نخلطها مليح. ونزيد نخلط لي زيبيس تاعنا ونحطهم، فوالا فوالا البنات هكذا كي تقلاو مليح ناخذ واحد 250 ملل تاع الماء يكون دافي مليح هكذا مليح هكذا، ونغلق عليهم مدة واحد 5 دقائق هكذاك ونرجع لكم. فوالا البنات شوفوا هكذا غلات الصوص تاعنا وتقلت بيا، خليتها واحد 5 دقائق، فوالا زدنا عليه شوية فومو تاعي. انا بالنسبة للمخ كاين بزاف اللي يحطوه في ما سخون يغلوه، بصح انا ندير بلوس شوية لاصوص بزيادة هكدا ونخليه يعنتها يطيب فيها مليح باش يجي يعنتها كيما يحب الخاطر هكدا. كاين اللي يقطعوه انا ما نحبش باسكو دو كي طيب خلاص يولي طري، فوالا فوالا يولي يتفتت وحده، نغلق عليه مدة واحد 10 دقائق ونرجع لكم. فوالا البنات هكدا نغلق عليه مدة واحد 5 دقائق خليه يتجمر مليح ونوريكم واش حندير من بعد. فوالا البنات شوفوا هكذا قبلنا الله الله
انا نحب لاصوص نبدا فيه، نحكم البيضات تاعنا، نحط واحد هكذا في الوسط، وانا البيض نحب نخليه يعني تاع عطله، ما نحبش نزيد كمان. فوالا فوالا البنات، نحط البيضات تاعنا هكدا، نزيد نغلق عليهم مدة 5 دقايق ويصيرو نورمالمون جاهزين. دوك نشوف، إلا حبيت نزيد بيضة تقدرو تزيدو، أنا جابلي ربي حبيت نزيد وحدة. أنا نزيد حتى بيض ونبدا ندير الفلفل الأسود من الصغار. فوالا البنات، هكدا صالح جاهزة، شوفو واو. نديرلها الماء المسكن فوق هاك، نزيدلها شوية في الدريس هدا، وصارت جاهزة. فوالا الحباب، هذا هو المخ تاعنا، شوفوا ما شاء الله. فوالا البنات، هاوليك المخ تاعنا ما شاء الله. فوالا الحباب، شوفوا ما شاء الله، هذا هو المخ تاعنا، وهذه هي البكبوكه تاعنا. شوفوا القرعه كيفاش طيبه، الله الله. شوفوا لاصوص، وريتهم لكم على قرب. هلا باي باي. اوه، اني عاودت وليت لكم بعد ما شفتوا الطريقه اللي درت بها والمخ، اروحوا معايا نذوقوهم. شوفوا شوفوا البيض تاعنا من الداخل، هذه بالنسبه للمخ تاعنا. فوالا، باش ناخذ طيف تاع الخبز هكدا. شوف انديليس. الوغ، اذا عجبوكم الوصفات تاعي تاع اليوم، اعملوا لي جيم وشاركوني في القناه تاعي، وشاركوني مع احبابكم، مع فازو دايما جديد.